حياكم الله من جديد. تعد ظاهرة الغش الصناعي من الظواهر السلبية التي تنتشر في أغلب دول العالم لما ينجم عنها من آثار سلبية واقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية، ومن ثم ارتفاع التكاليف الاقتصادية التي يدفع ثمنها المستهلك والاقتصاد القومي. ونتيجة الأساليب الغش تصبح المنتجات أقل كلفة وأقل جودة ولكنها أعلى ربحية. أن تنامي ظاهرة الغش الصناعي باتت من الأمور الخطرة التي تهدد صناعتنا الوطنية وتؤدي بحياة المستهلك. الغش الصناعي في العراق ملف منسي، عنوان حلقتي لهذه الليلة، لكن بعد هذا التقرير وأرجع لكم. أساليب الغش الصناعي متعددة إلى حد ما عاد المستهلك يميز بين المنتج الأصلي والرديء. هذا ما يقوله محمد صاحب إحدى الأسواق لبيع المواد الغذائية. محمد ومن خلال عمله لم يكن في معزل عما يعانيه التجار وأصحاب المخال والأسواق من السلع المغشوشة التي تحاول بعض الجهات أو ما تسمى بالمافيات زجها في السوق بعلامات تجارية معروفة وبأسعار مناسبة لجذب المواطن لشرائها. من ضمن هالبضائع يعني هسه عندك هذا الجبن، يعني قاموا شو يسوون الشركات من صعد الدولار؟ قاموا ما غيروا نوعيته أو شيء، قاموا يقلبوه هيك الجبن ينزل هيك ويبقى من فوق، يعني من فوق من جوا فارغ ومن فوق متروس. من يفتح الزبون يلقاه متروس بس هو من جوا كله فارغ. هاي واحدة من يعني هواي طرق، يعني كوما هواي طرق بالمواد الغذائية بالمنظفات، يعني نوعية رديئة صارت إلى درجة وزغروا يعني أحجام، يعني اكو بها أحجام كل زغروها وبقوا العلبة نفسها. الغش الصناعي وبحسب وزارة الصناعة والمعادن ينقسم إلى قسمين. الأول غش محلي من خلال منازل في أحياء وأزقة بعيدة عن الأنظار تحول إلى مصانع ومعامل غير رسمية، والقسم الآخر غش من خلال استيراد منتجات رديئة النوعية ومخالفة لمعايير السلامة ولا تصلح للاستهلاك البشري. هناك كثير من مواضيع الغش الصناعي وهي تنقسم إلى قسمين، قسم خارجي وقسم داخلي. القسم الخارجي وهي البضاعة الرديئة التي تدخل بأبخس الأثمان التي لا يمكن للمنتج الوطني منافستها، وكذلك الفرع الثاني وهو المعامل الأهلية التي يقومون بعمل هذا الغش الصناعي في البيوت، موجودة في كثير من البيوت، ويحول البيت السكني إلى مصنع صغير لإنتاج هذه المادة وهي مزيفة وتحمل علامة الماركة الأصلية وهي غير أصلية. وعلى الرغم من محاولات الحكومة السيطرة على السوق للحفاظ على المنتج المحلي وتقليص الأجنبي وما هو مغشوش ورديء، إلا أن مافيا الغش ما زالت تحاصر الأسواق لا سيما في المناطق الفقيرة بسلع مغشوشة منتهية الصلاحية. مصطفى كرم، حديث بغداد، MBC العراق.